قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، أقرب شيء إليك هي نفسك، دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر، يعني خلق من نطفة، إلى التبصر والتفكر في نفسه، فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك والريب وانقشعت عنه ظلمات الجهل، فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمدبره دالة عليه مرشدة إليه، إذا يجده مكنونا من قطرة ماء لحوما منضدة نطفة، ثم ماذا صارت؟ صارت لحوما منضدة. ما معنى منضدة؟ منضود، بعضه على بعض، اكتسى به اكتسى العظام باللحم وعظاما مركبة. أرأيتم لو أن الإنسان خلق قطعة من اللحم بدون عظم، ماذا يكون؟ هل يتحرك؟ نعم، يكون يعني كالصخرة، جاثم كقطعة من الطين. طيب لو كان عظاما بلا لحم كيف المنظر؟ حديد، منظر بشع. قال وعظاما مركبة وأوصالا متعددة مأسورة مشددة بحبال العروق والأعصاب، قد قمطت وشدت ربطت وجمعت بجلد متين مشتمل على 360 مفصلا ما بين كبير وصغير وثخين ودقيق ومستطيل ومستدير ومستقيم ومنحني، وشدت هذه الأوصال 360 عرقا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع الكتابية. الإنسان ضعيف. في بعض كتب تواريخ اليمن يعني شخص، انظر إلى الإنسان يعني عجيب، لكن رب العالمين لا يعجزه شيء، رجل ابتلاه الله بجملة من الأمراض، أمراض في رأسه وبطنه كل أمراض، صار يدعو يا رب عافني وعاف حلقي ولساني وعيني وسمعي وبصري وبطني ورجلي ويدي، وإذا بآخر يقول ركع أحسن يخلق واحد من جديد، يعني بدل ما يعافي هذه الأشياء كلها. وهذا ليس بعسير ولا صعب على الله جل وعلا، لكن انظروا إلى جهلنا وإلى عدم التفكر، فالعبرة تكون فينا. قال وجعل فيه 9 أبواب، انظر إلى أبواب البدن، فبابان للسمع وبابان للبصر وبابان للشم الأنف وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس، يعني الحلق والمري، وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها، وجعل بابي السمع مرا قاتلا. الباب الذي على السمع مر، لو كان حلوا ماذا سيكون يا أبا همام؟
الذباب والحشرات وراه، تريد أن تأكل عسلا يخرج من أذنيه لكنه مر. قال لئلا تلج فيه دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه، سبحان الله. وجعل داخل بابي البصر مالحا. الآن الماء والدموع مالحة، لماذا؟ قال لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم. وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوا، قال ليسيغ به طعم ما يأكله ويشربه، فلا يتنغص به لو كان مرا أو مالحا. وجعل له مصباحين، سبحان الله، من نور كالسراج المضي مركبين في أعلى مكان منه وفي أشرف عضو من أعضائه طليعة له، سبحان الله. أرأيتم لو كانت العيون في الركب كيف سيكون حال الإنسان؟ أو في الصدر، سبحان الخالق. قال رحمه الله وركب هذا النور في جزء صغير جدا يبصر به السماء والأرض وما بينهما، وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات بعضها فوق بعض حماية لها وصيانة وحراسة، وجعل على محله غلقا بمصراعين أعلى وأسفل. رموش هذه دائما تتحرك تصفي بمثابة تصفية، وفي كل طرفة عين ترى الأوساخ تتجمع هنا أو هنا، فإذا تجمعت جاء صاحبها ورفع يده وأزالها، يعني بمثابة المساحات للزجاج. فأنا السيارة لها مساحات، وهذه مساحات هكذا خلقها رب العالمين باستمرار. قال رحمه الله وركب في ذيل المصراعين أهدابا من الشعر، وقاية للعين. هنا ما الكلام عليه، لا يعني هذا أظن سيأتي. يعني هذه المنظفة، الآلة المنظفة، والرموش هذا، سبحان الله. لو نظرتم إلى رجل ابتلي ببياض الشعر الذي على الجبين والرموش، ترى ما يستطيع أن يرى، ترى يمشي هكذا. السبب هذا السواد يساعد على الضوء، يساعد على الضوء، يعني بمثابة تظليل. وانظر إلى مكان العين، عجيب، في مترس هكذا محاطة بجملة من العظام، لو جاء شيء يكون هنا 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 هنا، لا يصل إليها لأن مكان حساس مهم. هي الرسول ويعني أيضا الموصل إلى القلب، سبحان الخالق. قال وركب في ذيل المصراعين أهدابا من الشعر وقاية للعين وزينة وجمالا، وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين من العرق النازل، ويلتقيان ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك،
الآن لو لاحظت نفسك والعرق يتصبب، لو نزل من رأسك مباشرة ودخل إلى عينك آذاك، لكن ينزل فإذا وصل إلى الجبين يقول له الجبين والشعر الذي خلقه الله، خذ اليمين وخذ الشمال. انظر إذا اغتسلت، ترى بعض الناس إذا اغتسل ينزل الماء مباشرة، إذا خاصة إذا كان كثيرا والعين في مأمن، لأنه يضرها ويؤثر عليها. وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا، ولكل واحد من الرطوبات مقدارا مخصوصا، لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح، لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة، ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفلي مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. عدسة ترى بها ما ترى. يا أخوان، لو أن الأطباء الذين عندهم خبرة يعني صاغوا مثل هذا الكلام عن خبرتهم وتجربتهم، والله هذا الكلام يزيد في إيمان الناس. وبعض الناس يدخل في دين الإسلام، ولهذا طبيب عيون من المجيدين وممن نال العالمية قال احتار الأطباء، هذا النور أهو في العين أهو في المرء، يعني احتار الناس في ذلك. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا، وجعل القوة الباصرة في السواد، وجعل البياض مستقرا لها ومسكنا، وزينا كلا منهما بالآخر، وجعل الحدقة مصونة بالأجفان، بالأجفان والحواجب كما تقدم، والحواجب بالأهداب، وجعلها سوداء، إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك، فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها 24 عضلة، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. سبحان الله، هذا عنده خبرة، يتكلم عن خبرة رحمه الله. ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصورة، إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء، جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف، لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات. ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيديها أو بيدها من آثار الغبور والكدورات. لو نظرت إلى الذباب ماذا تعمل؟ دائما وهي تمسح. الآن لولا هذه الأجفان صارت أيدينا مشغولة بمسح عيوننا، لكن خلق رب العالمين ما خلق، ويجري ويرتفع وينخفض، وأحدنا لا يشعر بذلك. قال رحمه الله: وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب، ما يريانه فيوصلانه إليه، كما ترياه جعلهما مرآتين للقلب، يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض والخير والشر والبلادة والفطنة والزيغ والاستقامة، فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب، وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة، وهي فراسة العين
وفراسة الأذن وفراسة القلب، فالعين مرآة للقلب وطليعة ورسول. سبحان الله. ولهذا قال الله تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، هذه يعني أمارة وعلامة ذكرها رب العالمين. ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثرا بالحر والبرد، على أن الأذن على صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها، وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان، فإنها لو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء اللطيفة. سبحان الله. الآن ما أحد قال عيوني باردة، صح؟ عيوني حارة، ممكن يقول أذاني باردة، لكن العيون ما فيها، ما تبرد ولا تصب الحرارة، قوة أعطاها الله جل وعلا. الآن لو نظرت رجلا وقد أخذ قطعة أو حبة من البصل وقطعها وسالت عيونه، ماذا يعمل؟ يمسح العيون. هذا ليس من العين، هذا بسبب الأنف. فلو أنه غطى الأنف ما حصل له ما حصل، وإن كان نعم هي تتأثر. قال ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه، وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك السمع، وأودعهما القوة السمعية، وجعل سبحانه في هذه الصدفة، نعم لعلها الصدفة، الصدف لأنها تشبهها التي تخرج من البحر، وجعل في هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات لتطول المسافة قليلا، فلا يصل الهوى إلا بعد انكسار حدته، وكذا الأصوات. الآن لماذا هذه المغارات هنا وهنا وهنا؟ صوت يأتي هنا وهنا وهنا فلا يصل إلى الصماخ إلا وصار لطيفا، ما يكون قويا حتى يؤثر. الآن هذه الأذن وهذه الشحمة وهكذا هذه الحفر التي فيها ما خلقت عبثا، وإنما خلقها رب العالمين لهذه الحكمة التي سمعناها. الله أكبر، الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا قال لئلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشرات، بل إذا دخل إلى عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك فسهل إخراجها. لو كانت مباشرة كالبئر جاء وسقط مشكلة، لكن بقي مسافات وطلوع وهبوط، فإذا أحس بها صاحبها أدركها قبل أن تدخل إلى الأذن. وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه، لأن العينين محل الملاحة والزينة والجمال، وهما بمنزلة النور الذي يمشي بين يدي الإنسان. وأما الأذنان فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان، وأمامه وعن يمينه وعن شماله سواء، فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة. هذا تفسير، لكن الكلام مأخوذ من التبيان، من التبيان. كلام جيد هكذا المؤلف ابن القيم هذا الإمام رحمه الله. الآن لو أن الأذنين فوق العينين، أولا كيف المنظر؟ كيف سيكون حال الإنسان؟ بشع إلى الغاية. لكن هنا تنظر الأمام وتسمع من الجوانب، فأنت ترى من بين يديك وتسمع من عن جانبيك وعن يعني وأيضا من الخلف. سبحان الله.
قال رحمه الله: وخلقت العينان بغطاء والأذنان بغير غطاء، وهذا في غاية الحكمة، إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت، فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء، والصوت عرض لا ثبات له، فكان يزول قبل كشف الغطاء. يعني لو أردت أن تتحدث معه، نعم، تقول له انتظر حتى أفتح الأذنين. ولهذا يذكرون في يعني ما ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة الكهف أن بعض المخلوقات، وهذه قد تكون من الإسرائيليات، أذنه كبيرة، يفترش أذنا ويتغطى بالأذن الأخرى. وأكبر الآذان في الموجودات هي آذان الفيلة، سبحان الله، لكن جمالها في كبر آذانها. قال رحمه الله: وجعل سبحانه الأذن عضوا غضروفيا ليس بلحم مسترخ ولا عظم صلب، سبحان الله، بل هي بين الصلابة واللين، فتقبل بلينها وتحفظ بصلابتها، ولا تنصدع انصداع العظام، ولا تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم، إذ المصلحة في بروزها لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأخبار، ومن ذلك الأنف. نواصل أو نكتفي؟ ها؟ ما رأيكم زيد الأنف فقط؟ ها؟ الأنف سيغضب. طيب، قال رحمه الله: ومن ذلك الأنف نصبه سبحانه في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل وأوفقه للمنفعة. قال: وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الروائح وأنواعها. لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام، كلام مفيد من هذا الإمام، لكن غدا ممكن أن نكمله إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. لكن هذا من باب أن الشخص يتأمل، لو كانت هنا كيف شكله منظره، فسبحان الله. يعني الذي قال الله جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فتبارك الله أحسن الخالقين. إلى هنا، بارك الله فيكم.